السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم راح نلعب جيش البيكا. شلون تلعب البيكا بالجيش؟ البيكا طبعا سلاح فتاك، بس مثل ما هو فتاك أيضا في نقاط ضعف له. نقاط ضعف أو الجنود اللي يمثلون خطر عليه البربريان والغيلان والسكيلتون ارمي، ايضا جيش السكيلتون يدمر تدمير. لذلك انا جبت اليوم الفاير بول، وجبت وياي الاسهم، وايضا خلينا نسوي تطوير الاسهم، وجبت وياي البيبي دراجون التنين الصغير حتى يعني يقدموا له حماية عن من ذولا اللي هو ضعيف ضدهم. فراح نبدي إن شاء الله نهجم هالجيش، وراح أدليكم. نقطة ثانية حبيت أذكرها، لا تهجم بالبيكا إذا أكسيرك سبعة. أخو ياخذ سبعة أكسير، بس غلط، أكبر غلط إنك تذب البيكا وإنت عندك بس سبعة أكسير. خلي أكسيرك يفول، يا الله تنزل. ليش؟ لان اذا ذبيته وظليت بدون كسير راح يهجم عليك واحد ما عندك شي ترده. اذا هجم على برج من ابراجك وانت منزل بيك ما عندك شي يرده. فاحسن شي من يفول الكسير عشرة يلا تلعب البيكا. هاي نصيحة مني. الان نبدي على بركة الله اللعب. بدأ بالويتش، شايفين شايفين الآن الاكسير راح يفول عشرة. بكل سلاسة اقدر العب البيكا. ليش؟ لان عندي اذا يهجم على البرج الثاني عندي شي يرده. راح انتهى البرج، ادفع بالويتش مرة واحدة وادفع بالغيلان لانه ما اعتقد هو عنده نطاق يدافع. نزل عملاق، حركة ذكية منه بس ما يخالف. الفيرنو حارس امين، الان راح نروح على البرج الثاني. الاكسير ويانا، زاد الاكسير. استعمل فاير بول، غيلان بعد، وراهم الوزر الساحر. اعتقد ان البرج الثاني راح ناخذهم. راح ناخذ البرج الثاني، ناخذه. ربحنا برجين، يعني تاجين، كراون تو كراون.
كان ممكن نربح أكثر، ناخذ 3 كراونات بس ما يخالف. لو تفوز بكراون واحد، الانتصار انتصار يعني، حتى لو تفوز بكراون واحد معروف. ناخذ هذا جاهزة فارسة. الآن راح نلعب معركة ثانية حتى دليكم قوة الجيش. شايفين كرة البول وشلون اضربها؟ اعلي 2 اضربها. كل سهولة اخذنا برج منه. والان راح ناخذ من شوية من البرج الكبير. راح ننزل على البرج الثاني، خلي كمل الكسير ما يهمنا هذا. أنا راح أخذ البرج الثاني. أكبر غلط يخلي البيكا يتقدم هيج. الآن دفاع عندي قوي، كلش قوي. انتصرنا. ومثل ما قلت لكم اخذ برجين، مثل اخذ 3 ابراج، مثل اخذ برج واحد، كله سيان يعني. شايفين يعني البيكا سلاح رهيب بالهجوم يعني. البيكا سلاح رهيب بالهجوم. الآن نروح للمعركة الثالثة. مو عشان تشوفه يعني ليفل 6 تقول هاي راح تكون معركة سهلة وهاي، لا تستهين، كلش لا تستهين. يا الوزر، الساحر يحمل البيكا من اي هجوم جوي له.
برج على اليمين على وشك نهار، شايفين حط ال. طيب ايش راح اسوي منها؟ وما شكل اي خطر علينا من بعيد. ورا البيبي دراجون راح ياخذ لنا البرج، ما اخذها بعدين. جيد، راح اخذ البرج بالغيلان، واذا ما اجوا راح ناخذهم بالهاي. شايفين يعني البيكا ما له حل، سلاح رهيب. اتمنى تكونون استفدتوا من الدرس ومن حلقتنا اليوم. ألقاكم في حلقة جديدة. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.